بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ بإذن الله كويسين. هنتكلم في المحاضرة دي على Impulsive and Compulsive Disorders. مبدئيا احنا عندنا نوعين من ال Behavior ممكن نعملهم. Impulsive Behavior ده اسمه سلوك اندفاعي، بتندفع لعمل الشيء بدون تفكير، بيكون Reward Seeking. لما تعمل ال Impulsive Behavior بتحس ب Reward وبتحس انك راضي عن نفسك، وزي ما قلنا سلوك بتعمله without thinking in consequences، بدون ما تفكر في توابع الموقف. طيب زي ايه؟ زي مثلا انت شفت حاجة في سوبر ماركت، رحت اشتريتها على طول بدون تفكير، يمكن تكون عجبت عينك، يمكن يكون الوانك عجبتها وكذا، بس هل انت محتاج الحاجة دي مثلا؟ مش محتاجها، هتعمل بيها ايه؟ سعرها كام؟ انت ما فكرتش ورحت اشتريتها على طول. الكمبالسيف بيهيفير ده اسمه سلوك اعتيادي، شيء انت متعود على عمله، بيكون non reward seeking. لما تعمله مش بتحس بريورد ولا حاجة، وانت بتعمله بشكل متكرر لان هو بيكون عادة بالنسبة لك. زي ايه؟ زي النورمال روتين بتاع يومك، انت متعود على روتين معين بتعمله كل يوم بشكل اعتيادي. طيب الاتنين behaviors دول احنا بنعملهم، ولكن بنقدر نتحكم فيهم، عندنا control، نقدر نوقف الـ Impulsive Behavior ونقدر نوقف الـ Compulsive Behavior. لو ما قدرناش نتحكم فيهم هيقلبولنا بحاجة اسمها Disorder، Impulsive Disorder أو Compulsive Disorder. Impulsive Disorder يتميز بـ Inability to Control Impulses، مش قادر تتحكم في السلوك الاندفاعي اللي انت هتعمله ده. بتلاقي انه بيحصل لك Tension Built Up، التنشن الضغط والانكزايتي بيزيد عليك جدا علشان تعمل شيء معين، بتلاقي نفسك لازم تعمله بدون تفكير، برضو انت مش بتبقى عارف العواقب بتاعة الفعل ده هتبقى ايه، واول ما تعمله بتحس ببليجر شديد جدا، اوكي، وبترتاح. الكمبالسيف ديس اوردرز هو زي ما قلنا inability to control compulsive behavior، فبتحس ان انت driven to do something repeatedly، بتحس ان انت مجبر على ان انت تعمل شيء كذا مرة بدون ما تعرف توقفه، انت هتحاول توقف مش هتعرف، اوكي، علشان كده disorder. طيب no pleasure، بالعكس ده هيبقى فيه anxiety وعدم راحة لما تعمله، لان انت بتكون عارف ان انت مجبر على عمله ومش قادر توقفه وعايز توقفه بس مش عارف. اوكي يا شباب، حتى ال impulsive disorder بيسموها او بيوصفوها ايجو سينتونيك، الكمبالسيف ديسوردرز بيسموها ايجو ديستونيك. يعني ايه ايجو سينتونيك؟ يعني انت بتفيل بلاجر، بتحس بالسعادة after the act، بعد ما تعمل السلوك. في الايجو ديستونيك لا، انت فيلينج ان ايز، بتحس بعدم الراحة والانكزايتي after the act. اوكي يا شباب، ده باختصار الـ Impulsive Disorders بتكون كده والـ Compulsive Disorders بتكون كده. احنا طول المحاضرة دي هنرغي في ايه؟ هنجيب لك الـ Impulsive Disorders انواع 4-5، الـ Compulsive Disorders انواع 4-5، هكلمك على كل نوع وبيبتدي ازاي واعراضه ايه وتشخصه ازاي وهكذا وبس، وهتبقى خلصت المحاضرة. طيب يا شباب، ناخد اول disorder معانا، وبالمناسبة احنا بنتكلم في الـ impulsive. اوكي، بنتكلم في الـ impulsive disorders. اول disorder هناخده oppositional defiant disorder، بعد كده هناخد intermittent explosive disorder، kleptomania, pyromania, conduct disorders, disruptive mood dysregulation disorder. اوكي طيب، اول حاجة oppositional defiant disorder، اسمه بالعربي اضطراب المتحدي المعارض، وده دايما بيكون في طفل صغير او شخص مراهق. بيتميز بايه بقى؟ ايه الاعراض بتاعته؟ اول حاجة angry and irritable mood، دايما المود بتاعه بيكون غضبان ومتهيج، تلاقيه دايما loses temper، بيفقد اعصابه بسهولة، easily annoyed، بيتضايق من اي حاجة، often angry، دايما غضبان. اوكي تاني عرض بيبان عليه بيكون ليه علاقة بالargumentative behavior، دايما بيحب يتشاكل ويتخانق، وdefiant يعني متحدي. ok
اوكي هتلاقيه دايما argues with authority figures، دايما بيتخانق مع الاثوريتي فيجرز اللي هم مامته وباباه او الادلتس بشكل عام، لان زي ما اتفقنا ده بيجي في الاطفال الصغيرين وفي المراهقين. طيب defies or refuses to comply with requests، لما مامته وباباه او حد كبير ادلت يعني يطلب منه حاجه يعمل حاجه لمصلحته، دايما defies بيتحدى او refuse بيرفض. دايما هتلاقيه blames others for his mistakes and misbehavior، دايما بيلوم الاخرين على المشاكل اللي هو بيعملها، ودايما بقصد annoying others، بيحب يضايق الناس بقصد. طيب تالت عرض vindictiveness، معناها الانتقامية، هتلاقيه دايما شخص spiteful يعني حاقد، vindictive يعني منتقم وعايز ينتقم. اوكي يا شباب، يبقى الـ oppositional defiant disorder اضطراب الشخص المتحدي المعارض، من اسمه كده شخص ايه بيتحداك وهيعارضك في اي حاجة انت تعملها، واعتقد ان تقريبا احنا هنكون شفنا طفل او اكتر عنده الـ disorder ده. اوكي الاعراض زي ما اتفقنا angry irritable mood vindictiveness argumentative and defiant behavior. طيب علشان تشخص انت محتاج قد ايه؟ محتاج at least 4 symptoms، محتاج 4 اعراض من الثلاثة categories دول، من اي ثلاثة categories يعني. اوكي طيب يعني ممكن 2 من هنا و2 من هنا، ممكن واحدة من هنا وواحدة من هنا و2 من هنا وهكذا لمدة 6 months. اوكي لما يستمر السلوك ده لمدة 6 شهور ساعتها تقدر تشخص oppositional defiant disorder. طيب ساعتها العلاج التريتمنت ازاي؟ في الاغلب بتمشي لوحدها بس لازم تعمل behavioral therapy، اوكي علاج سلوكي، وfamily therapy. اوكي family therapy معناها بتجيب المريض ومامته وباباه والfamily بشكل عام، بتتكلم مع الfamily لوحدها او بتتكلم مع المريض والfamily موجود، بتحاول تصلح الموضوع. اوكي يا شباب ده اول disorder، سهل جدا جدا جدا، هما كلمتين بس الاعراض، وبتشخص لما يبقى عندك 4 symptoms لمدة 6 شهور. لو لاحظتوا ده قلم ازرق جديد برضو زي الاحمر ده، لان الازرق التاني خلص. طيب يا شباب نخش في تاني disorder معانا واسمه intermittent explosive disorder. لاحظتوا طبعا القلم الاخضر هو ابتدى يخلص وانا معيش قلم اخضر تاني، فانا هضطر ان انا اقلل استخدامه. ما علينا، intermittent explosive disorder من اسمه كده بيحصل explosions، انفجارات. انفجارات ايه؟ انفجارات سلوكية، behavioral outbursts. يعني ايه انفجارات سلوكية؟ يعني failure to control aggressive impulses، فشل في التحكم في الرغبات العدائية. يبقى الواحد عنده رغبات عدائية جدا ولكن ما بيعرفش يسيطر عليها خالص، فبتخرج في شكل انفجارات. اوكي وانترميتنت متقطعة، هو مش عدائي طول الوقت، لا هو بيبقى عادي بعد كده يحصل انفجار ويبقى عدائي بعد كده يرجع عادي تاني. اوكي يا شباب، طيب العدائية دي ممكن يعملها لي without damage، يعني هو هيعتدي سواء بشكل verbal بالكلام او physical بالايد على انسان او على حيوان او على property ملكيات، بس مش هيعمل damage، مش هيسبب خسائر، او ممكن يعتدي ويسبب خسائر involving damage او اصلت اعتداء على انسان. اوكي يا شباب حلو. طيب بشخص امتى؟ يعني عدد السيمتومز اللي يظهر لي قد ايه؟ لو البيهيفيرال اوتبرتس دي كانت without damage بحتاجها 2 times per week، مرتين في الاسبوع لمدة 3 شهور. اوكي ساعتها هشخص intermittent explosive disorder. طيب لو كانت بدمج فانا محتاج 3 outbursts in 1 year، في سنة واحدة، ساعتها برضو هشخص intermittent explosive disorder. يبقى حتى الان intermittent explosive disorder الواحد ما بيعرفش يسيطر على غضبه، فالغضب ده بيطلع سواء بدامج او without damage. قلنا without damage مرتين في الاسبوع 3 شهور، with damage 3 مرات في سنة. طيب اي حد يظهر عليه عدم تحكم في الغضب للمدة دي اشخصه intermittent explosive disorder؟ قالك لا انا عندي conditions. اول condition، اول شرط، ان يكون الماجنتيود
بتاع الاجريشن، يعني قوة الاجريشن والغضب out of proportion to provoking، يعني provoking اللي هو الاستفزاز، الشخص اللي استفزه علشان يطلع الاجريشن، كمية الاجريشن اللي طلعت تكون كبيرة جدا مقارنة بالاستفزاز. ممكن يكون استفز بحاجة بسيطة جدا او ما استفزش اصلا. يعني ما تجيليش على واحد تم استفزازه بشكل عنيف قوي فقام مطلع ريسبونس اجريشن عنيف قوي وتقول لي ده intermittent explosive disorder، لا ساعتها هيكون نورمال بان هو طلع غضب كبير قصاد provoking كبير قوي. انما هنا الشرط ان يكون الماجنتيود بتاع الغضب out of proportion to الاستفزاز. اوكي، يعني الاستفزاز كان بسيط خالص او ما كانش فيه خالص، لقيته ده كمية اجريشن بالعبيط. تاني شرط ان يكون الاجريشن ده بلا هدف، يعني not committed to achieve tangible objectives. يعني ايه؟ يعني ما عملهوش علشان ياخد فلوس او ياخد مكانة او ياخد اي حاجة ليها قيمة. اوكي، عمله بلا هدف. يبقى اول شرط ان هو يكون ريسبونس كبير قوي بالنسبة لكمية الاستفزاز اللي اتعرض لها. تاني شرط ان هو يكون عمله بلا هدف، ليس للحصول على المال او على المكانة او اي شيء له قيمة. اوكي، طيب ثالث شرط ان هو يكون causing marked distress to individual and بيعمل له impairment in his life. يعني الشخص ده اللي عنده intermittent explosive disorder مدرك ان هو بيجيله لحظات بينفجر فيها من الغضب وما بيعرفش يتحكم، وادراكه ده عامل له distress، يعني قلقان بشأنه، ويكون عامل له impairment in life، مأثر على علاقاته بالناس. اوكي، رابع شرط ان يكون الشخص ده عمره اكتر من 6 سنوات، لان المرض ده اصلا في الغالب بيكون منتشر ما بين الاطفال والمراهقين زي المرض اللي قبله، ومع التقدم في السن المرض ده بيقل. اوكي، خامس شرط ان انت تكسكلود other psychiatric illness، تكسكلود drug abuse، المراهقين اللي بياخدوا مخدرات، تكسكلود mood disorder. اوكي، ما المود ديس اوردر ده برضو تبع الاذر سايكايتريك النس. تاكسكلود هيد تروما، ممكن لو عنده خبطه في الدماغ عامله له مشكله وهكذا تعمل له اعراض زي دي. تمام يا شباب، حلو. طيب بالنسبه للانتشار بتاع المرض ده، فهو طبعا بيكون منتشر في المن اكتر من الومن، يعني في الولاد اكتر من البنات. والأعراض بتقل مع العمر زي ما اتفقنا. طيب أنت ممكن تستخدم علاج هنا، هو أول طريقة للعلاج هو طبعا العلاج السلوكي، بس هنا ممكن تستخدم إيه؟ أنتي كونفالسنتس، مضادات للتشنجات علشان بتهدي. ممكن تستخدم أنتي سايكوتكس. أوكي، ممكن تستخدم SSRIs، مضادات الاكتئاب. ممكن تستخدم بيتا بلوكرز. أوكي، كلها أدوية للتهدئة، تهدئة من نوبات الغضب. وكده كده المرض ده بيمشي وبيختفي مع تقدم العمر. اوكي يا شباب، يبقى الـ intermittent explosive disorder انفجارات سلوكية، الواحد فجأة كده بينفجر من الغضب، بشرط ان يكون الغضب ده out of proportion لكمية الاستفزاز اللي اتعرض لها، ويكون غضب بلا هدف، يعني مش علشان ياخد فلوس او ياخد مكانة او اي حاجة ليها قيمة، ويكون الغضب ده عامله ديستريس في حياته وقلقان بشأنه ومأثر على حياته الاجتماعية بالناس، وطبعا يكون عمره أكبر من 6 سنين، وتستبعد other psychiatric illness, drug abuse, head trauma وهكذا. اوكي يا شباب، ده خلص الديسوردر كده. الديسوردر اللي بعده يا شباب حاجة اسمها كليبتومانيا. كليبتومانيا معناها pathological stealing. في المرض ده الواحد بيكون بيسرق بلا هدف، يعني في العادي الناس اللي بتسرق علشان تاخد فلوس، او بتسرق علشان هي محتاجة الشيء اللي هتسرقه، حتى لو مش محتاجة بس بتسرق شيء ليه القيمة هتبيعه مثلا وهتاخد الفلوس وهكذا. انما في الكليبتومانيا المريض بيكون عايز يسرق وخلاص بلا اي هدف، ايا كان الحاجة اللي هيسرقها. ممكن تلاقيه سرق بونبونية من سوبر ماركت، حاجة ملهاش اي 30 لازمة. ممكن تلاقيه سرق فردة شراب، يعني هيسرق فردة شراب ليه كده بلا هدف. اوكي، pathological stealing بتشخصه لما يحصل two or more thefts without reasons، سرق مرتين او اكتر بلا اي هدف. اوكي، سواء بقى سرق حاجة عليها القيمة معلهاش القيمة، المهم ان هو سرق بلا اي هدف وخلاص،
بس بيتعرف اكتر لما الشخص يسرق حاجة ما عليهاش اي قيمة ولا يكون محتاجها سرقة كده وخلاص، اوكي، ولا حتى حد يكون كلفه بالسرقة. يعني لو حد قال لك، لو حد قال للمريض ان هو يروح يسرق الشخص الفلاني وراح سرقه، لا ده هو كده سرقة، ده مش كليبتومانيا، ده سرقة عادية، اوكي. طيب في المرض ده بيكون الشخص عنده intense urge to steal، يعني رغبة شديدة جدا في ان هو يسرق الحاجة، واول ما يسرقها followed by relief، بيحس براحة ان هو سرق الحاجة، اوكي يا شباب. وده impulse control disorder، اوكي، مش قادر يتحكم في القدرة على السرقة. المرض ده بيكون في ال women more than ال men، في الستات اكتر من الرجالة. associated with eating and mood disorders، بيكون مربوط بال eating disorders وال mood disorders. يعني في الأغلب الشخص اللي عنده كليبتومانيا هيكون عنده حاجة من الاثنين. الشخص اللي عنده كليبتومانيا بيبان عليه signs of anxiety، بيكون متوتر، و shame and guilt من اللي هو بيعمله، بيبقى عارف ان اللي هو بيعمله غلط وعارف ان السرقة غلط وعارف كمان ان الحاجات اللي هو بيسرقها تافهة، فبيكون حاسس بالعار والخجل والندم، اوكي. طيب treatment بنعالجه ازاي؟ بنعالجه mainly behavioral، اوكي. ممكن يستخدموا انتي ديبريسنس SSRI، ولكن مفيش اي دليل على نجاحها او فشلها، لكن العلاج mainly behavioral، بيكون سلوكي، اوكي. طيب خد بالك، مريض الكليبتومانيا في differential diagnosis، زي مثلا لو شخص عنده مانيا هوس، او لو شخص شيزوفرينيك، او لو شخص عنده حاجه اسمها انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر. وسيبكم من البيرسوناليتي ديس اوردر ده، في محاضره كامله عن البيرسوناليتي ديس اوردرز، ربنا يعيننا عليها والله. محاضره البيرسوناليتي ديس اوردرز دي مش عجباني، حاسس ان فيها رغي كتير كده مش عجباني انا شخصيا، بس ممكن تعجب حد. المهم ده كان الكليبتومانيا الباثولوجيكال ستيلينج. نخش على الديسوردر اللي بعد كده، وهو حاجة اسمها بايرومانيا. بايرومانيا يعني ايه؟ يعني باثولوجيكال فاير سيتنج. الشخص ده بيكون عايز يولع في الحاجة بلا سبب. بتكتشفه ازاي؟ بتكتشفه برضو لما يعمل لك تو اور مور فايرز وذاوت ريزونز، ولع لك في حاجتين او اكتر بدون اي سبب. الشخص ده بيكون عنده انتنس ايرج تو سيت فاير، عايز يولع في الحاجة وعايز يشوف شكل النار، اوكي، ومش بيقدر يعمل لها انهيبيشن برضه، لان ده impulsive disorder زي ما اتفقنا. الشخص ده بيبقى عنده abnormal interest in fire related objects، اي حاجه ليها علاقه بالنار بتلاقيه interested فيها جدا، خاصه عربيات المطافي واللون الاحمر وشكل الشعله وهكذا. الشخص ده في الاغلب هتلاقي عنده history of cruelty to animals، بيعامل الحيوانات بقسوه. المرض ده more common in men than in women، خاصة لو الشخص ده كان retarded. retarded يعني فيه مشاكل في النمو العقلي، أو alcoholic، بيشرب كحول أو مدمن كحول. الشخص ده بيكون lack remorse for consequences of his actions، remorse اللي هو ندم، مش بيندم على إن هو بيولع في الحاجات، على عكس الكليبتومانيا اللي كان بيسرق كان بيندم إن هو بيسرق وبيحس بالانكزايتي وبشيم. المريض البايرومانيا لأ، ما بيحسش بندم إن هو بيولع في الحاجة، وبيكون sexually aroused by fire، سبحان الله. التريتمنت طبعا behavioral، اوكي، ممكن استخدم انتي ديبريسنس برضو، بس هي mainly behavioral. differential diagnosis schizophrenia antisocial personality disorder، ده هنتكلم عنه في محاضرة ال personality disorders. conduct disorder، ده هنتكلم عنه بعد شوية، اوكي يا شباب. بس كده، ده كان البايرومانيا الباثولوجيكال فاير سيتنج. نخش يا شباب على المرض اللي بعد كده، pathological gambling، القمار. الشخص اللي عنده pathological gambling بيكون عنده persistent and recurrent gambling behavior، دايما رايح يلعب قمار، اول ما يمسك جنيه يروح يلعب بيه قمار، اوكي. بتلاقيه بيقامر بشكل غير طبيعي خالص، وشكل ايه، مأفور قوي، وصارف كل فلوسه وكل اللي وراه واللي قدامه، بيبيع ويستلف علشان يلعب قمار، اوكي يا شباب. المرض ده بيكون more common in male ومور ان الكحوليكس، يعني الناس اللي عندهم باثولوجيكال جامبلنج في الاغلب بيكونوا الكحوليكس، بيشربوا كحول كتير او مدمنين كحول. ممكن يكون الباثولوجيكال جامبلنج ده predisposed by this، لو حد عارف ان هو هيموت قريب، عنده مثلا terminal illness او هكذا، ممكن تلاقي ايه، راح يلعب قمار. or other stressor، لو حد عنده stress كبير في حياته تلاقيه رايح يعمل جامبلنج، اوكي.
طيب maybe linked to mood disorders، لو حد عنده mood disorder ممكن يحصل له pathological gambling، أو OCD لو حد عنده الوسواس القهري. والـ OCD على فكرة تبع الـ compulsive behaviors، هناخده بعد شوية، بيكون ميكس ما بين الـ obsessions والـ compulsions، هنبقى ناخده بعدين يعني بعد ما نخلص الـ impulsive disorders. طيب الشخص اللي عنده pathological gambling ممكن تلاقيه بيعمل anti social behavior علشان يحصل على المال for gambling. يعني ايه؟ تلاقيه بيسرق، تلاقيه بيعمل اي حاجة مخالفة للقانون او مخالفة للمجتمع علشان ياخد فلوس لمجرد ان هو يلعب قمار. الناس اللي عندهم pathological gambling بيكون عندهم high suicide risk، يعني محاولة انتحارهم بتكون كتيرة، وممكن تلاقيه فجأة كده انتحر. طيب differential diagnosis المانيا والـ antisocial personality disorders، أكيد أنتوا اتحمستوا طبعا علشان تعرفوا إيه الـ antisocial personality disorders اللي بيحصل فيه كل الحاجات اللي فاتت اللي إحنا قلناها دي، هتبقوا تعرفوها في محاضرة الـ personality disorders. للأسف زي ما قلت لكم محاضرة مش عجباني، بس ما علينا. الـ treatment طبعا mainly behavioral، في حاجة اسمها gamblers anonymous، دي مؤسسة اتعملت سنة 1957 لعلاج الناس اللي عندهم pathological gambling. اوكي طيب المؤسسة دي بتعمل ايه؟ الناس اللي عندهم pathological gambling بيتقابلوا مع بعض ويتكلموا، بقى عندهم سايت على النت دلوقتي، بيتقابلوا مع بعض ويتكلموا ويتشاركوا الخبرات وهكذا بشكل انونيموس، يعني بشكل غامض علشان محدش يعرف مين التاني اللي عنده gambling addiction ده، وبيساعدوا بعض وبيلاقوا حلول وهكذا. اوكي وممكن تستخدم SSRIs لو الشخص عنده already mood disorder ومعاه يعني عنده pathological gambling وهكذا، بس الادويه ما لهاش اي علاقه ولا ليها اي evidence لعلاج ال pathological gambling. اوكي يا شباب تمام، احنا كنا بنتكلم في ال impulsive disorders، خدنا لحد دلوقتي خمسه، ال pathological gambling وال pathological stealing، وخدنا كمان ال intermittent explosive disorder، وخدنا ال oppositional defiant disorder، كده أربعة ولا خمسة؟ وخدنا ال pyromania، كده خمسة. تمام يا شباب، هنخش بعد كده على حاجة اسمها conduct disorders، تمام؟ ممكن تعتبرها تبع ال impulsive وممكن تعتبرها conduct disorders لوحدها. ال disorder اللي بعد كده عندنا حاجة اسمها conduct disorder. conduct disorder بالعربي معناها الاضطراب السلوكي. اضطراب سلوكي عامل ازاي بالظبط؟ الواحد بيكون عنده pattern of behavior، نمط سلوكي violates rights of the other، بينتهك حقوق الآخرين أو بينتهك ال social rules، القواعد الاجتماعية. تمام؟ عندي أعراضه كالآتي: أول عرض ممكن يكون aggression to people and animal، عنف ناحية الناس والحيوانات. هتلاقيه الشخص ده بوليز، بيتنمر على الناس، threatens يهدد، initiates physical fights يبدأ قتال جسدي physical يعني بالإيد وضرب وكده. ممكن يعمل stealing while confronting، يعني يسرق من شخص، يثبت شخص ويسرقه مثلا، ممكن نسميه assault اعتداء. forcing into sexual activity ممكن نسميه sexual assault اعتداء جنسي. physically cruel، واحد بيكون ايه يعني كل شوية يضرب وهكذا. ممكن يكون used a weapon، استخدم سلاح قبل كده، ومش شرط السلاح مسدس أو سكينة، ممكن يكون استخدم أي حاجة وحولها إلى سلاح. زي إيه؟ زي مثلا مضرب البيسبول حوله لسلاح، أي عصاية حولها لسلاح وهكذا. طيب تاني مجموعة أعراض ممكن يكون destruction of property، يعني كسر ملكيات، ممكن مثلا يكون عمل فيها فاير، ولع فيها in intention to cause damage، بقصد ان هو يعمل damage. اوكي او ممكن يكون عمل اي damage للبروبرتي وخلاص، سواء بقى بفاير او بغيره. طيب عندنا بعد كده deceitfulness الخداع، lying الكذب، stealing السرقة. ممكن يكون شخص broke into someone's car or house، يعني اقتحم منزل او سيارة احدهم علشان يسرق منها، او مجرد اقتحام وخلاص. دايما هتلاقيه lying to obtain goods، بيكذب علشان ياخد حاجات حلوة او يتجنب عواقب وحشة. stealing without confronting يعني زي الشوب ليفتنج، ان هو يسرق من محل، او النشل، ينتش الحاجة كده من جيب حد وهكذا، عكس ال stealing with confronting ال victim، ده بيكون زي التثبيت. اوكي يا شباب، مجموعة تانية من الأعراض هتلاقي دايما violation of rules، بيخالف القوانين،
هتلاقيه stays late at night، يعني بيسهر بره بيسهر بره يعني كتير، رغم ان مامته وبابا يقولوا له ما تسهرش. تلاقيه ممكن يسيب البيت ويجري وما بيتبعش القواعد في المدرسة. اوكي، دي الاعراض. طيب علشان اشخص according to ال DSM-5 محتاج كم عرض علشان اشخص؟ محتاج at least 3 symptoms، 3 اعراض لمدة 12 شهر. اوكي طيب، ومحتاج عرض يكون prominent لمدة ال past 6 months، اخر 6 شهور يكون عرض عندي منتشر جدا، ويكون overall عندي 3 symptoms استمروا لمدة 12 شهر، ممكن اكتر من 3، او طبعا ممكن اكتر من 3. اوكي يا جماعه، ده الكوندكت ديس اوردر، اضطراب سلوكي. الواحد فيه بيكون بيعمل تصرفات عدائيه تنتهك حقوق الناس وتنتهك القواعد، وبنشخصه لما يكون عندنا 3 اعراض لمده 12 شهر. نيجي نتكلم على الابيديميولوجي بتاعت الكوندكت ديس اوردر. هو مبدئيا ممكن يحصل في الاطفال تحت سن 10، او ممكن يحصل في الادولسنس المراهقين فوق سن 10. اوكي، سيبنا من السن، اغلب الامراض اللي خدناها في الامبولسيف ديس اوردرز بتحصل في الاطفال والمراهقين. طيب، هو موجود في الميلز مور ذان فيميلز، في ريشيو من 3 لواحد بتوصل لأربعة لواحد. ليه predisposing factors زي ال ADHD، ال attention deficit hyperactivity disorder، هبكلمكم عنه بعدين، بس ده risk factor. لو حد عنده learning disorder، لو مش بيعرف يتعلم كويس، لو حد عنده mood disorder، او لو حد substance abuser بياخد مخدرات في سن المراهقة. طيب، من ضمن ال risk factors اللي دايما لاحظوا انها موجودة في عيانين ال conduct disorder، aversive parenting، يعني تربية منفرة، سواء كانت inconsistent متعارضة مع بعض، يعني الأب بيقول لك تعمل حاجة وهو بيعمل عكسها كده يعني، أو بيفرق ما بينك وبين أخواتك وكده، abusive parents abusing، أو neglectful parents مهملين. لاحظوا إن aversive parenting، التربية المنفرة، دايما موجودة عند الناس اللي عندهم conduct disorder. طيب، من ضمن risk factors برضو إن parents يكون عندهم mental illness، سواء بقى اي psychiatric disorder او drug abuse وهكذا. اوكي طيب، بالنسبة للتريتمنت، انا بعالج الconduct disorder ده ازاي؟ بعمل حاجة اسمها family therapy، علاج للعائلة باكمله. بجيب اهل البيشنت والبيشنت ذات نفسه واقعد اتكلم معاهم، تمام، او بتكلم مع اهل البيشنت بدون البيشنت. وطبعا كل ما عملت early intervention كل ما الموضوع يكون افضل. طيب، وانا بتكلم بقى مع اهل البيشنت في حاجات مهمة جدا لازم اعرفها. لازم اخد هيستوري عن كانوا بيربوه ازاي، البيرنتنج براكتسز كانت عاملة ازاي، لو هم كانوا مهملين جدا للطفل ممكن استعين بجمعيات حقوق الطفل والحاجات دي وهكذا يعني. وبرضو لازم اخد هيستوري عن الحالة المادية للعيلة وكده، اعرف كل التفاصيل يعني علشان اعرف اسباب المرض وازاي نقدر نتدخل في اننا نحل مشكلة معينة. طيب، كل ما عملت early intervention كل ما كان الموضوع افضل بكتير. طيب، البروجنوزس، كل ما كان عندك higher IQ، الشخص كان مستوى الذكاء بتاعه عالي، السوشيو ايكونوميك ستاتس بتاعته عالية، اوكي، وكان في early intervention، ده هيديني good prognosis، وفي الاغلب الواحد بيخف. طيب، لو العكس بقى، يعني عندك low IQ، low socio economic status، او عملت late intervention، البروجنوزس بتكون bad. اوكي، وخد بالك الشخص اللي عنده conduct disorder ده ممكن يكون بيأذي اشخاص وبيقتحم بيوت وبيقتحم عربيات زي ما قلنا، فممكن يتعرض للسجن. يعني لو حد جه حد عنده conduct disorder اقتحم بيته وهكذا وبلغ عنه هيتسجن عادي، مش هيقولك ده مريض نفسي ولا حاجة. اوكي يا شباب، ده كان ال conduct disorder، هو اضطراب سلوكي الواحد فيه بيعمل سلوك ينتهك لحقوق الناس وينتهك للقوانين المجتمعية. بس ده كان سادس disorder ناخده تقريبا، فاضل لنا 2 disorders فقط، disruptive mood dysregulation disorder. على فكرة انا بكره الاختصارات جدا. وبعدها هناخد ال OCD، الوسواس القهري.
ديس اوردر. الديس اوردر ده بيكون عبارة عن تمبر اوت بيرستس، هو من اسمه اولا مود ديس ريجوليشن ديس اوردر. الواحد برضو مش قادر يتحكم في المود بتاعه، زي ما خدنا في الاو دي دي الاوبوزيشنال ديفاينت ديس اوردر، وفي الانترميتنت اكسبلوزيف ديس اوردر. اوكي يا شباب، فاكرين اول اتنين ديس اوردرز اخدناهم دول ليهم علاقة شوية بده، وهبقى افرق لكم بينهم. المهم الديسربتيف مود ديس ريجوليشن ديس اوردر بيكون فيه تمبر اوت بيرستس كالعاده، بيهيفيرال اوت بيرستس انفجار من الاجريشن، ولكن بيكون عندي مور ذان 3 تايمز بير ويك، اكتر من 3 مرات في الاسبوع، والمود بتوين الاوت بيرستس از انجري، يعني بيكون المود ما بينهم irritable، بيحصل ما بين الايدج من 6 ل 18، وبيتر نوت اكسبلايند باي اوتيزم، يعني البيهيفير ده يكون مش توحد، يعني الواحد مش متشخص توحد، ولا not any other mental disorder زي مثلا major depressive disorder. طيب موضوع بقى الـ temper outburst ده اتكرر معانا كتير. انا اول disorder قلته لك اللي هو الـ oppositional defiant disorder، وبعد كده قلت لك الـ intermittent explosive disorder، وبعد كده قلت لك الـ disruptive mood dysregulation disorder. هرسم معاك جراف، اعتبر معايا ان ده المود الطبيعي للانسان. اوكي، فوق كده بيكون انجري، تمام، اهو ده المود الطبيعي للانسان، الخط الاسود ده المود الطبيعي للانسان. في الاوبوزيشنال ديفاينت ديس اوردر المود بيكون اولويز اليفيتد انجري. اوكي حلو. في الانترميتنت اكسبلوزيف ديس اوردر بيحصل بيرست، بعد كده يرجع للشكل الطبيعي، تمام، فتره يفضل طبيعي يقوم حاصل بيرست تانية. اوكي، ما بين البيرست والبيرست طبيعي. في الديسربتيف مود ديسريجوليشن ديس اوردر لا، المود بيكون اريتابل يحصل بيرست، يرجع اريتابل يحصل بيرست، ما بين البيرست والبيرست هو اريتابل. اوكي يا شباب، بسيط خالص، بسيط جدا، افتكر الثلاث رسمات دول هيفرق لك ما بين الثلاث امراض. اوكي وبس، والاعراض هي temper outbursts هي behavioral outbursts وهكذا. تمام يا شباب، كده احنا خلصنا ال impulsive disorders، وافتكر الثلاثه جرافس دول علشان هتفرق لك ما بين الثلاث امراض وما تتلخبطش ما بينهم. لا استنى قبل ما امسح، في حاجه تانية هقولها لك. لا هو انا كنت هقولها بس انا لخصتها في الحوار ده. الكتاب عامه كاتب ان ال DMDD ال disruptive mood dysregulation disorder cannot coexist with ال oppositional defiant disorder ولا ال intermittent explosive disorder، يعني الاثنين دول ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض، هو هيبقى يا ده يا ده يا ده، لكن can coexist مثلا with major depressive disorder. اوكي طيب، وبيقول لك لو الكرايتيريا بتاعت ده وال oppositional defiant disorder اتحققت مع بعض هتشخص disruptive mood dysregulation disorder. ليه؟ لان بسبب البساطة اللي انا قلتها لك. اوكي بس كده يا جماعة، نخش بقى بعد كده في ال compulsive disorder ونشرح ال OCD الوسواس القهري، اللي على فكرة هو بيبقى معمول في محاضرة لوحده في الاغلب، يعني بس انا خليت المحاضرة فيها ال impulsive وال compulsive مع بعض، يعني حتى في الكتاب اللي انا بشرح منه ال impulsive في محاضرة وال compulsive في محاضرة تانية، بس انا خليت الاثنين يبقوا مع بعض علشان مش عارف علشان ايه. طيب يا شباب، نبدا اول مرض في الكومبالسيف ديسوردرز. احنا كنا خلصنا مع بعض الامبالسيف ديسوردر. اول مرض في الكومبالسيف معانا هو الاو سي دي الاوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر، الوسواس القهري. ما هو الوسواس القهري؟ هو عباره عن مجموعه من الاعراض بتكون ريليتد تو اما اوبسيشنز or compulsions or both، يعني يا ده يا ده يا الاثنين مع بعض. ما هي الobsessions؟ اللي هي جزء الوسواس، الوسوسة اللي بتيجي في دماغك، هي بتكون unwanted thought or urges، افكار انت مش عايزها او رغبات انت مش عايزها، انت بتكون مش عايزها لانها بتكون uncontrolled وممكن تكون غريبة ومتعبة وهكذا. هي عبارة عن recurrent or persistent ideas، افكار جاية في دماغك يا اما كل شويه بتروح وتيجي يا اما persistent موجوده بشكل دائم، uncontrolled مش قادر تتحكم فيها، time consuming بتستهلك من وقتك كتير جدا،
عارف كلمة obsessions؟ obsessions برضو ممكن تيجي بمعنى ان انت مهووس بحاجة، يعني هنا احنا بنستخدمها بمعنى الوسوسة اللي بتيجي في دماغك، هي برضو ممكن تيجي بمعنى ان انت مهووس بحاجة. معلش، لان انت لما بتكون مهووس بالحاجة بتفكر فيها كتير وبتقعد تيجي في دماغك وهكذا، زي ما بتروح تقول للكراش بتاعتك انا obsessed بيكي، انا مهووس بيكي. اوكي، examples على ال obsessions ممكن تكون ideas او thoughts، افكار، ممكن تكون questions، تساؤلات كل شوية تيجي في دماغك وتطرح الأسئلة كثيرا، doubts، شكوك، أنا غسلت إيدي ولا لأ، أنا طفيت الغاز ولا لأ، أنا قفلت باب الشقة ولا لأ، وهكذا. ممكن تكون phobias، خوف متكرر عمال يجي في دماغك. ممكن تكون images اللي هي mental images، صورة كل شوية عمال تسترجعها ومش قادر تتحكم فيها. هو ده ال obsessions، اوكي، الوسوسة اللي بتيجي في دماغك. طيب ال compulsions، ما هي ال compulsions؟ هي زي ما قلنا في اول المحاضرة خالص repetitive voluntary behaviors، سلوكيات انت بتكررها بشكل voluntary، بشكل ارادي. في الطبيعي انت بتقدر تتحكم فيها، ولكن في الobsessive compulsive disorder لما تبقى مرض بتبقى uncontrolled، مش قادر تتحكم فيها، فبالتالي بتحس ان انت driven to perform it، مجبر ان انت تعملها، ان انت فقدت التحكم. maybe in response to obsessions، يعني ممكن بسبب الobsessions، الافكار اللي عماله توسوس لك دي، تقوم عامل actions ومش تقدر تبطلها لان انت مش قادر تبطل الobsessions. اوكي، وبرضو بتكون time consuming. examples على compulsions، motor acts، حاجات حركية زي ان انت تقوم تغسل ايدك مثلا، يعني في ناس عندها وسواس قهري في موضوع غسيل الايد. mental acts، حاجات بتعملها برضو بس في دماغك، خد بالك mental acts دي مش افكار. ممكن تكون مثلا ايه، عد، انت عندك وسواس ان انت اتلخبطت في عد الفلوس، فكل شويه تلاقي نفسك عمال تعد 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 تعد، فيجي لك وسواس تاني ان انت اتلخبطت في العد فتقوم رايح تعد تاني. اوكي، بيجي لك urge to perform something unable to resist it، رغبه شديده في ان انت تعمل حاجه ومش قادر تقاومها. تمام يا شباب، هو ده الوسواس القهري، بيحصل فيه يا اما obsessions، افكار بتقعد توسوس في دماغك، يا اما compulsions، افعال انت مش قادر تبطلها وممكن تكون نتيجة الobsessions، وممكن يكون الاثنين مع بعض. اوكي، طيب يا شباب، امتى نشخص ال OCD؟ احنا قلنا الاعراض اما obsessions او compulsions. انا هشخص امتى؟ لما الاعراض دي تظهر لي ساعة او اكتر في اليوم وتكون causing distress، بسبب ضغط للواحد and impairment، مش قادر يؤدي وظائفه الحياتية بسبب الأفكار أو الـ compulsions. طيب احنا خلاص شخصنا OCD، نقسمه بقى على types according to symptoms. أول حاجة عندنا OCD tic related، التيك ده حاجة اسمها Tourette syndrome، وهو disorder neurological، الواحد بيحصل له فيه muscle twitches، بيكون فيه مشكلة في الأعصاب فالواحد بيحصل muscle twitches مش بيقدر يتحكم فيها خالص وبيعملها، وفي الاغلب بتكون involuntary. تمام، فانا ممكن اصنفها انها OCD. طيب عندي حاجة اسمها with good insight، OCD with good insight يعني ايه؟ يعني البيشنت عارف ان الاعراض، الافكار سوري، اللي بتجيله اللي هي الobsessions not true. يعني لو واحد عنده وسواس بحاجات بيزار شوية بيبقى عارف انها not true. طيب with bad insight، البيشنت بيكون مصدق ان الافكار دي likely true. طيب patient OCD with absent insight، بيكون عنده strong belief ان الافكار دي true. اوكي، مثلا واحد عنده وسواس ان هو نسي يقفل باب الشقه، لو هو good insight هيكون عارف ان هو قفله فعلا والافكار دي not true، بس متضايق ان الفكره دي زي ما جايه في دماغه. bad insight likely true، ممكن اكون ما قفلتوش فعلا. absent insight، لا ده انا متاكد، عندي strong belief ان انا فعلا ما قفلتش باب الشقه. اوكي يا شباب، والانسايت ده بنحدد منه السيفيريتي، لو البيشنت عنده good insight يبقى الاو سي دي less severe، لو البيشنت عنده absent insight يبقى الاو سي دي severe. اوكي يا شباب، طيب هنتكلم بعد كده differential diagnosis و epidemiology و treatment، بس نكون خلصنا الـ OCD. هو disorder سهل جدا اصلا، انا قلت لك الاعراض وقلت لك امتى بتشخص وقلت لك الـ types according to symptoms.
هكلمك بقى على الابيديميولوجي والديفرنشال دايجنوزيس وهكذا. طيب ديفرنشال دايجنوزيس للاو سي دي لازم اخد بالي لا يكون في سب كورتيكال برين ليجن، يعني في مشكله في المخ تحت الكورتكس. طب انا هعرف منين؟ هعمل ام ار اي رنين على المخ علشان اتاكد ان مفيش برين ليجن. ممكن يكون عندي حاجه اسمها بانداز. ايه بقى بانداز دي؟ بيدياتريك اوتو ايميون نيوروسايكايتريك ديس اوردرز فولوينج ستريبتوكوكال انفكشنز. ايه هنا اللي بيحصل؟ الواحد بيجيله ستريبتوكوكال انفكشن وبيحصل كروس رياكتيفيتي، فالانتي بوديز بتروح تضرب لك البرين تعمل لك اعراض او سي دي. طيب انا بعرف منين؟ باخد هيستوري للستريبتوكوكال انفكشنز لو لقيته يعني، وبلاحظ ان الاعراض بتاعه الاو سي دي الاونست والاوفست بتاعتها بتبتدي امتى وبتخلص امتى. هلاقيها بتبتدي مع المرض وتخلص مع المرض. اوكي يا شباب، دي ديفرنشال دايجنوزيس. طيب ايتيولوجي، ايه بقى اللي ممكن يعمل للواحد او سي دي؟ هي مشاكل في بعض البرين باس ويز. انهي باس واي؟ هقول لك يا سيدي. فاكر في محاضره الادكشن لما حكيت لك عن الامبالسيف بيهيفير باس واي او اللي هو الريورد باس واي والكومبالسيف باس واي؟ فاكر لما قلت لك ان عندنا باس واي في المخ بيبتدي من الفنترال تجمنتال اريا يوصل لك للفنترال سترياتم يبعت للسالاموس يبعت للكورتكس، ولو عايز تعمل له انهيبيشن الكورتكس هتبعت للانتيريور سينجوليت كورتكس وتقوم بعتها تقوم بعتها للفنترال سترياتم يعمل انهيبيشن. وسميت لك ده الامبالسيف باس واي. بالمناسبه الامبالسيف باس واي ده بيكون فيه مشكله في كل الامبالسيف ديس اوردرز اللي احنا حكينا عنهم. تمام، اديتك بقى باس واي تاني ساعتها اللي هو الكومبالسيف بيهيفير باس واي. كنت قلت لك ان هو بيبتدي من الدورسال سترياتم يبعت للسالاموس يبعت للكورتكس، وكانت الاوربيتو فرونتال كورتكس. ولو عايز تعمل انهيبيشن الكورتكس هتعمل انهيبيشن دايركت على الدورسال سترياتم. طيب ده كان الكومبالسيف بيهيفير، سلوك انت بتعمله بشكل اعتيادي وانت حافظ ان انت بتعمله بس تقدر تعمله انهيبيشن. الكورتيكو سترياتال سلامك كورتيكال باس واي، كورتيكو سترياتال سلامك كورتيكو باس واي، انت مش عارف تعمل انهيبيشن. خد بالك هو الطريق اللي بدأنا منه الانهيبيشن انت مش عارف تبدأه، في مشاكل في الباس واي ده. مشاكل ازاي في الباس واي؟ مشاكل في النيورو ترانسميترز. اشهر نيورو ترانسميتر هيبقى فيه مشاكل في الباس واي ده السيروتونين، هيكون قليل. ممكن يكون عندك مشكلة كمان في الدوبامين، مشكلة في الجابا. اوكي، بس مينلي السيروتونين بيكون قليل في الباس واي ده، عشان كده بستخدم الانتي ديبريسنس في علاجه. تمام يا شباب، فيبقى الايتيولوجي افتكر الكومبالسيف بيهيفير باس واي اللي قلته لك في محاضرة الادكشن، ولو مش فاكره اديني قلته لك تاني. دورسال سترياتم للسالاموس للكورتكس كده يعمل لك اكتيفيشن فتبدا الكومبالسيف بيهيفير، او الكورتكس تعمل انهيبيشن على طول. فهنا انت مش عارف تعمل انهيبيشن وبيحصل اكتيفيشن ففي مشاكل في الباس واي ده. تمام يا شباب، مين ليه في السيروتونين؟ ابيديميولوجي، نسبه انتشار الوسواس القهري من 2 ل 3%، من 20 ل 30% من اللي جالهم وسواس قهري بيحصل لهم significant improvement بيتحسنوا بشكل كويس، من 40 ل 50% moderate improvement بيتحسنوا نص نص، من 20 ل 30% للاسف no improvement مش بيتحسنوا خالص. اوكي يا شباب، كلام كله سهل جدا وبسيط بس لازم تقرا، يعني بعد ما تخلص سماع المحاضره اقرا من اي ملزمه بتذاكر منها اي حاجه، ده هيخلي المعلومه تثبت في دماغك اكتر. نيجي على التريتمنت بتاعه الاو سي دي، وزي اي مرض عندنا شق دوائي فارماكولوجيكال وعلاج نفسي سايكوثيرابي. بالنسبه للفارماكولوجيكال ثيرابي ممكن استخدم تراي سايكليك انتي ديبريسنتس زي كلوميبرامين. خد بالك الجرعه من 150 ل 300 مللي جرام بير داي، دي تعتبر جرعه عاليه. SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitors هتستخدم جرعة أعلى من اللي بتستخدمها للدبريشن. خد بالك مرضى الـ OCD بيحتاجوا جرعة أعلى علشان تجيب تأثير في الـ OCD، زي مثلا الفلويوكسيتين هستخدم جرعة من 60 ل 80 ميلي جرام بير داي، أنا في الدبريشن كنت بستخدم 20 ميلي جرام بير داي. أوكي، في الـ OCD هستخدم جرعة أعلى 3 أو 4 أضعاف. طيب لو المريض ده عنده تيكس
اوكي، اللي هي التوريت سندروم اللي قلنا عليها، مرض نيورولوجيكال. الاتيبيكال انتي سايكوتكس اثبتت ان هي بتكون كويسه قوي، زي ايه؟ دواء اسمه ريسبيريدون. اوكي، هكتب كده في الروجيت على فكره بالخط ده والصيدلي يبقى يتصرف. طيب سايكو ثيرابي، عندنا بيهيفيورال ثيرابي، علاج سلوكي. ممكن استخدم ايه في العلاج السلوكي؟ ممكن استخدم اسلوب الري انفورسمنت والبانشمنت، تمام، علشان احاول اسيطر على السلوك اللي هو بيعمله. ممكن استخدم كوجنيتيف ثيرابي، اوكي، احاول اتكلم مع المريض واقنعه وازرع افكار من جواه واشيل افكار الوسوسه. تمام يا شباب، دي كانت الثيرابي بتاعت الاو سي دي، الوسواس القهري. مرض سهل جدا وبسيط، كلنا سمعنا عنه في حياتنا. اديك عرفت الاعراض وعرفت امتى تشخص وعرفت العلاج. ده كان اول compulsive disorder. بعد كده عندنا كام compulsive disorder بسيطين كده وصغيرين، ونكون خلصنا المحاضرة. تاني disorder معانا هو body dysmorphic disorder. body dysmorphic disorder ده بيحصل في ايه؟ بيكون ال patient مليان افكار عن ان في defects in his physical appearance، بيكون في preoccupation with thoughts about defects in physical appearance، شايف ان شكله وحش او في حاجة في جسمه مش عاجباه. اغلب المناطق بتكون الفيس، النوز، السكين، وهكذا. دي الحاجات المشهورة يعني. بيكون في behaviors كتيرة زي mirror checking، كل شوية يبص في المراية يشوف نفسه، كل شوية يحاول يعمل تعديلات في جسمه، ينظف نفسه، وهكذا، بشكل compulsive. ده disorder، body dysmorphic disorder. عندنا disorder تاني اسمه hoarding disorder. كلمة hoarding معناها الادخار. البيشنت ده بيكون بيعمل ايه؟ دايما اي حاجة يحتفظ بيها regardless their value، مهما كانت قيمتها. يعني مثلا لو انا عندي hoarding disorder ده، كان الألم لما يخلص، الألم اللي خلص رميته، لا انا هحتفظ بيه. ليه كده هحتفظ بيه؟ اي حاجة تعالى هتحتفظ بيها. طبعا ده بيعمل مشكلة، بيعمل overcrowding، بيبقى الواحد بيته مليان حاجات جدا ملهاش لازمة. طيب ليه الانسان ممكن يبقى عنده hoarding disorder؟ ممكن يكون عنده fear of losing، خايف ان هو يفقد حاجة، او عنده emotional attachment للحاجة دي. اوكي، واغلب الناس اللي عندهم hoarding disorder مش شايفين ان هما بيعملوا حاجة غلط. اخر اتنين disorders معانا ونكون خلصنا ال compulsive disorders، وبالتالي خلصنا المحاضرة. حاجة اسمها trichotillomania. ترايكوتيلومانيا معناها هير بولينج ديسوردر. هير بولينج ديسوردر، الواحد طول الوقت عمال يشد في شعره لدرجة ان بيحصل له هير لوس. طيب بيكون المريض بيشد في شعره ليه ويخلعه من مكانه؟ مش لهدف كوزمتيك، يعني مش شايف علشان انا شكلي هيبقى احلى من غير شعر مثلا، او لو شلت حبة الشعر دول هبقى احلى، لا مش الهدف ده، بل بلا هدف. بيوصف ان هو عنده irresistible urge to ان هو يشد شعره. تمام يا شباب. طيب في ايه كمان؟ ممكن طبعا كل الارياز بتاعت الجسم تتأثر لو حد عنده body hair يقعد يشد فيه، بس الموست كوملي افكتد از سكالب، فروة الراس. طيب البيشنت اللي عنده trichotillomania ممكن يقيت هير، ممكن ياكل الشعر اللي هو بيشده. فطبعا دي لو واحدة فيميل شعرها كتير، تاكل شعر كتير، يعمل كور كده، يعمل لها obstruction في الانتستين. دي الانتستين كده يحصل لها ايه؟ hair obstruction في الانتستين، فلازم تاخد بالك. طيب ليه differential diagnosis؟ ايوه ليه differential diagnosis. ممكن يكون الواحد عنده already مرض جلدي مثلا زي الالوبيشيا، او يكون عنده تينيا كابيتس مثلا، عامله له صلع وعامله له irritation في شعره، فعمال يشد وكده وشعره بيقع وهكذا. ساعتها لازم تاخد بالك وتشوف دكتور الجلدية يقول ايه. اوكي يا شباب، ده الترايكوتيلومانيا. عندنا disorder تاني اسمه excoriation او skin picking disorder. ده الواحد طول ما هو قاعد بيقعد يعمل بيك في السكين بتاعه، ياخد اي حتة من السكين كده تيك، ممكن تتقطع بقى تجيب دم، مش فارقة معاه. الموست كومون سايت بيكون في الفيس، بس طبعا ممكن يعمل كده في الجسم كله. ممكن توصل لمرحلة صعبة جدا لدرجة ان هو يحتاج يتعمل له skin graft. اوكي، يكون شال جزء كبير من جلده، فهنحتاج نعمل له skin graft. بس خلصت الديس اوردرز. مراجعة بسيطة على اللي احنا خدناه في المحاضرة.
خدنا الـ Impulsive Disorders، الـ ODD والـ IED والـ MD، سوري والـ DMDD. سيبك انت من الاختصارات الوحشة دي، مش هنراجع اللي احنا خدناه في المحاضرة. يبقى راجع انت وشوف الـ Disorders. خدنا Impulsive و Compulsive، قلنا هنا 7 تقريبا وهنا 5، منهم disorders كتيرة تعتبر كلام بسيط، يعني مثلا آخر 4 في الـ Compulsive الـ Trichotillomania والـ Excoriation والـ Hoarding والـ Body Dysmorphia، دي كل واحد كان عليهم كلمتين، فبسيط يعني disorders بسيطة. وبس كده يا شباب المحاضرة خلصت، لو حد عنده أي سؤال يسألني. وإيه كمان؟ وبس كده نلقاكم في المحاضرة القادمة.